مين اكتر واحد يا كابتن وقف جنبك في الوقت الصعب ده من العيله؟ ها صالح سليم، كابتن صالح الله يرحمه. وحياتي كلها مرسومه على صالح سليم انا. ها كابتن صالح عمل معاك ايه؟ وشخصيتي انا كنت بروح، انا كنت اقعد معاه كل شويه، انا اقعد اتفرج عليه كده واشوف هو بيتكلم ازاي، الكاريزما العظيمه دي اللي هو ايه. وكان من حبه ليا وقال سليم كلهم الحقيقه يعني كانوا محتضنيني واولاده واصحابي جدا، الله يرحمه هشام يدي العمر الخالد يعني. ف صالح سليم اكتر واحد وقف جنبه. انت لو كنت عندنا في الاهلي ما كنتش كرسي، كنت هتقعد جنبه يعني مش هتسيبه. لا اسكان انا راجل من الزمالك وبحبه. لا يعني انا بحب بقول لك طارق الله يرحمه. بقول لك شخصيه الزمالك القويه كلهم بيقولوا هو يقول لهم انتوا فين انا اللي اجي لكم. لا كان شخصيه يعني، حتى لما اتقلبت بالعربيه وكان من ده خدني وراح متصفرني على لندن، وجالي في لندن هناك في المستشفى حسن حمدي كابتن حسن حمدي، وبقول له اسال، بيقول لي الراجل بيقول لي هحط لك مسمار في ركبتك واشدك منه عشان ظهري ومش عارف. قلت له قول له ان انا لعيب كوره. قال لي انا عايزك تمشي على رجلك بس مش عايز منك حاجه. قلت له ساله هيرجع يلعب كوره تاني يعني؟ كان في له ورجعت لعبت كوره تاني وجبت جول اول ماتش نزلته ورحت له رحت اعمل له كده كباي باك يعني ان هو انت جميل. قال له الدبنز يعني ترجع له هو هو اللي هيقدر يستحمل سنه ألم ويرجع المسلز تاني وكلام من ده وحمامات سباحة وهيقدر يعمل فيها روكي يعني. قلت له قول لي في أمل واحد هعمله. واحنا أيام زمان ما كانش عندنا حاجة ندور عليها يعني. جات ما جاتش وخلاص، لعبت وكلام من ده. وكنت بروح اتمرن مع المنتخب. كان كابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه وكابتن فؤاد شعبان وكانوا هم ماسكين المنتخب ويتمرنوا عندنا في النادي الأهلي. كنت أروح لهم انزل الملعب وياخدوني واتمرن معاهم. ابراهيم يوسف يقول يا نهار ابيض الدنيا نورت، واتمرن معاهم وما كنتش عارف خطوره الاصابه عليا شكلها عامله ازاي. ولكن بقيت زي ما الكابتن صالح قال لي، وشوف الصوره جت على كلمته الله يرحمه ويحسن اليه. فبقيت اتمرن لغايه لما لقيت نفسي الجوهري وزيزو، كان زيزو مدير كوره وجوهري مدرب، قال له هو مين اللي بيجري هناك ده يعني عايزين ينزلوا التمرين؟ فلا واحد بيلف في الملعب. قال لك مين اللي نزل الملعب ده واحنا عندنا تمرين؟ ما كنتش انت ساعتها مسجل في القايمه يعني؟ لا لسه بقى. انا شلت اسمي لغايه ما ترجع. انا لعبت لغايه دور الثمانيه بتاعت البطوله افريقيا اللي احنا خدناها دي، وكنت اعلى بوينتس في الكاف. جالي تسفاي الحكم قال لي انت خد بالك انت مرشح سندنك رايح في حته جامده قوي في الكاف في افريقيا. قلت اوكي. كنت كل ماتش انا اللي بجيب جون وانا اللي بعمل ده، وكان الخطيب متعور ما كانش بيلعب كل الماتشات. الخطيب هو اللي فنش بقى وعمل الدور السيمي فاينل والفاينل، عمل حكايه كبيره قوي يعني، رجع بالكاس يعني. فالحادثه بقى لما حصلت انا في الحكايه دي ودت الحكايه دي كلها لواحد اسمه يوسف فوفانا، كان بيلعب في اسك، راح احترف فرنسا، كان داهيه برضه من دواهي في اسك كده. وروح حمدي ابو رادي بتاع الاهلي ده مسكه جننوا يعني. حمد المرادي كان قد كده، ويوسف بوفانا ده عملاق يا ميدو واسرع حاجه تشوفها. حمد المرادي ده مسكه في اسك اداله علقه وجاب جون حمد المرادي. وعلى فكره الراجل ده يوسف ده انا عارف ان هو من الهدافين التاريخيين لمنتخب كوت ديفوار، خد يعني. مني احسن جناح في افريقيا بسبب الحادثه. فكابتن صالح عشان نرجع للحكايه، بيجي يكلمك في اي حاجه ويكلمك لشخصك ويكلمك للكيان اللي انت متاسس فيه والكوادر والتحضير انت عندك قد كده مع 10 مرات انت تقدر تعمل اللي انت عايزه. انا لما جبت جون وفرحت قوي في يوم بايرن ميونخ، كنت راجع من كسر في رجلي وجبت الجون في سيب ماير، ولازم هتفرح حميد وتنط فوق فبيقول لك عادي يعني. فجالي طارق سليم قال لي الله يرحمه تفرح ليه؟ قلت له في ايه؟ قلت له بتفرح؟ تجيب 6-7 جوان. هم عندهم اسلوب، عندهم حكايه وعين وتشخيص لكل شخصيه بيشوفوها تليق على التيشيرت، اذا كان احمر ابيض ولا الشخصيه دي تنفع تبقى موجوده في الكيان ده والكيان ده وتقدر تستفيد منها وتقدر تنصحها. يعني كابتن توتو الله يرحمه وكابتن عادل هيكل الله يرحمه، وكان عادل هيكل ده كان عشقي وصديقي يعني، صديقي يعني. هل زعلت ان هو يعني هل زعلت عليه او منه من كابتن عادل هيكل يعني؟ كابتن عادل هيكل ده طبعا ليجند في النادي الاهلي، جول كيبر، راجل حاجه جان، راجل يعني حاجه جامده جدا. اللي هو انتوا بتشوفوه في فيلم اشاعه حب يعني حاجه عظيمه جدا كابتن عادل هيكل الله يرحمه.
هل زعلت منه من تصريحاته اللي هو يعني قبل ما يتوفى من تصريحاته اللي هو اتكلم فيها وقالها ولا 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 وتفسيرك ايه للقصه دي؟ هل انا دايما بقول دخلت خدت شوبير ومروان كنفاني وكابتن زيزو ورحنا له البيت وعملت له تيشيرت عادل هيكل وعملت لمروان كنفاني تيشيرت الاهلي وعملنا يوم غير عادي بعدها بقناه الاهلي كان شوبير متهيألي اللي كان في الحدث ده او حاجه زي كده كان الحوارات دي والاحضان والبوس مفيش حاجه كابتن عادل هيكل برضو الموضوع مفيش حاجه عادل هيكل ده على الانسانيات بونبونه يعني استحاله وبعدين الرمز بتاعهم كلهم مين؟ صالح سليم الله يرحمه انا صالح الاول صالح تخش الاعضاء الكبار انا اشتغلت مع واحد من اهم الشخصيات في الحياه فريق مرتجي فريق مرتجي ده قصه يا ميدو وحكايه وروايه من الاساطير اللي جت النادي الاهلي كقياده وكل حاجه وشخص يعني فوق الوصف بصراحه ولكن برضو كان صالح سليم عند مرتجي صالح يعني مرتجي لما كان يقول لك صالح مرتجي يعشق صالح حتى بعد المنافسه حتى المنافسه انما صالح سليم ده صالح سليم مرتجي فريق مرتجي ده فريق مرتجي الشخصيات كمال بيه حافظ ده شخصيات طبعا. عندنا مؤثره وشخصيات تحس ان هم ايه لابسين التيشيرت الاحمر بس مخفي يعني لابسين القواعد والالتزام وكل ما اتاسس في الحياه الرياضيه خش جنبه مين بقى حسن بيه حلمي حسن المهندس حسن حلمي زمورة دول ناس اسسوا قواعد اذا كان في الابيض او في الاحمر والله العظيم زي ما بقول لك انا وانا عايز صغير عشت مع الناس دي وشفتها انا ممنوع اروح اعمل شعري احلق شعري فاكر الموضه بتاعت الشعر دي وكمان ده ادام دخلت من باب اللي على النيل لازم ابقى مهذب ولابس نظيف وبتاع ما اعرفش عشان بتمثل عشان الأهل. عشان بمثل الاهلي وعشان امين شعير مدير النادي يعدي كده ويبص عدي انت من ناحيه تانية اكن كمستابل انجليزي دخل جاي فات يشوف الرخص فيها ايه الناس دي مفيش صوت عادي في الحته الناس دي علمتنا حاجات كتير قوي في حياتنا حتى لما بنقعد في المجالس او بنسافر بره وكمان بنبقى قاعدين عندنا شيء من الوجود مش كده يقول لك ايه ميدو كحياه وكان يقعد يقابل وزراء يقابل ملوك ما فيش هيعرف يقعد ويتكلم مع وزراء ويتكلم مع ملوك عنده الاكسبيرينس خلاص اللي خدها من الحياه دي الحياتيه دي هو عاشها وشافها غيرك ما عندوش غير الكوره لو السمكه خرجت من الميه ماتت هيحس ان هو في مشكله